بسم الله الرحمن الرحيم. الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فدلنا هذا النص الكريم المبارك على الزوجة الصالحة هي من جمعت بين صفتين. الصفة الأولى تتعلق بصلتها بربها، والصفة الثانية تتعلق بصلتها ببعلها. فالصالحات حافظات للغيب، أي حافظة لحق زوجها وبعلها في الغيب، وكذلك في الشهادة، تحفظه في ماله، تحفظه في فراشه، تحفظه في حقوقه، تحفظه في واجباته. صفات الزوجة الصالحة، فإن هذا الصلاح وتلك الاستقامة هي سر سعادتها وسر فلاحها وسر توفيقها في حياتها كلها، بما في ذلك حياتها الزوجية وصلاح أولادها وذريتها وعيشها العيش المبارك الهنيء. ومن صفاتها الحذر من كيد الشيطان ونزغ الشيطان ووساوس الشيطان وما يلقيه الشيطان في النفوس مما يترتب على الإصغاء له وسماعه فساد العشرة وتهدم بيت الزوجية. ومن صفاتها صفتها تجاه زوجها أنها تدخل عليه السرور إذا نظر إليها في هيئتها، في منظرها، في شكلها، في لباسها، تكون معودة لنفسها على طاعته والاستجابة لأوامره بدون استنكار وبدون استكبار وبدون تعالي. بشرى إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. صفات الزوجة الصالحة، إن المرأة عندما تقوم بهذه الأعمال تجاه زوجها هي تطيع في الحقيقة من؟ تطيع من؟ تطيع رب العالمين الذي خلقها أمرها بهذا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.